بيكم أهلا وسهلا المشاهدين. أنا صحيح غبت عليهم كتير في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء الأمل مع الداعية الطبيب أو الطبيب الداعية الذي قدم أبحاثا ودراسات علمية أسهمت إسهاما كبيرا في علاج الكثير من الأمراض المستعصية، الأستاذ الدكتور إبراهيم سليمان استشاري الجراحة العامة. مرحبا بك دكتور إبراهيم. أهلا بك وأهلا السادة المشاهدين. وصحيح أنا غبت عنهم يمكن ما يقرب من سنة، ودي فترة بالنسبة لي أنا ما كنتش أحب أنها تطول. يمكن دي أول حلقة من حلقاتي بعد ما يقرب من سنة تقريبا، وبس بقول أن أنا دايما ما برجعش وإيدي فاضية، ويعني لازم يبقى في مهر نقدمه علشان نشوف آخر حاجة ممكن نفيد بيها السادة المشاهدين في آخر لقطة من لقطات البحث العلمي والاكتشافات. بعض الناس ممكن يقول لك طب أنت بتطلع على الحلقة على القناة في فواصل ومقاطع بالصوت. أقول أنا ماليش علاقة باللقطات دي، أنا بشتغل في النور، وده سؤالي لحضرتك يا دكتور، وأنا بطلع بالصوت والصورة، وماليش أي برامج أخرى على القناة غير برنامج الجواب الشافي، وماليش أي أرقام أخرى، وأي حد هيتعامل مع أي حلقات أو فيديوهات أو أرقام تانية أنا مش مسؤول عنه أي مسؤولية. أنتوا وثقتوا فيا في الأول، وأنا لازم أكون مؤتمن أمام الله سبحانه وتعالى، وأحدث حاجة ممكن أفيدك بيها لازم أواكب الثورة العلمية اللي في كل مجالات الحياة وخصوصا في مجالات الطب. وبالتالي أنا عمري ما أرجع لورا أبدا، أنا دايما لازم أخدك لأحسن حاجة عندي، والحمد لله رب العالمين توصلنا. خلينا دكتور، هو بعض مشاهدينك في القنوات الفضائية وفي قناتنا دايما بنسأل الدكتور إبراهيم، يعني هل لك علاقة الآن بهذه العقاقير الطبية اللي هي بتخرج على الشاشات بصوت الدكتور إبراهيم بغير صورته؟ حضرتك توضح لنا الصورة بشكل أوضح. لا أنا هطلع بالصوت ليه؟ أنا كل شغلي بالصوت والصورة. أنا تفسر لنا إيه اللي بيظهر دلوقتي؟ والله هو في عمليات قرصنة كتيرة حصلت في شركة ماليزية، خدت فيديوهات وبعض الحلقات على اليوتيوب وحطت عليها أرقامها. كنت تكلمت شوية عن الفطر الريشي، وخدوا اللقطات دي وحطوا عليها أرقامهم وبدأوا يروجوا للعقار ده من خلال حلقات أنا ماليش علاقة بيهم، وناس تانية كانوا شغالين في الشركة القديمة بدأوا ينزلوا علاج مغشوش ويقلدوا العلاج الأولاني، وأنا ليس لي أي علاقة لا بالأصلي ولا بالمزيف، وكل دي عمليات قرصنة. طيب يا دكتور، يعني هؤلاء الناس يعني هل هي الهدف منها هو الحصول على أرباح مادية باستغلال اسم الدكتور إبراهيم وشهرته في مجال العقاقير والجديد في الطب وعلاج الأمراض المستعصية؟ يعني اللي عايز يتكسب أولا لازم يتكسب من حلال، ما ينفعش ياخد اسم واحد او كلام قديم غيره وعدل عنه لحاجات احدث ويروج بيه، والضحيه الوحيده في القرصنه والمؤامره دي هو المريض. صحيح. هنتاجر بامراض الناس، ويعني دي سلعه بقت يعني صعبه جدا ان انا استغل مريض مبتلى واحاول ان انا اتكسب بشكل غير مشروع من مرض المسلمين. وبعدين كل واحد إذا كان عنده إمكانيات في حاجة يتفوق فيها وينجح مش على حساب الناس التانية، ولا يتسلق على أكتاف الآخرين. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. وقال سبحانه جل شأنه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فإذا كنت أنا ماليش علاقة بالطب وعايز أتاجر، أتاجر في سلع أو في سلع استهلاكية وليس في أمراض الناس، سلع معمرة، إنما أنا ماليش علاقة بالطب وأفحم نفسي فيه
وأتاجر بأمراض الناس طبعا ده لا يقبل أبدا لا عقلا فضلا عن كونه شرعا. طب دكتور، أنا عارف أن الدكتور إبراهيم له منظومة كبيرة من العديد من الأساتذة الطب والأطباء الكبار، إحنا معانا فيديو دلوقتي بيوضح هذه العلاقة، ويعني يظهر في الفيديو أساتذتنا الأستاذ الدكتور شعبان الأزهري وهو أستاذ الأمراض المتوطنة، والدكتور صبحي خطاب وهو أخصائي أمراض الكبد بمعاهد الكبد، والدكتور صالح الشامي استشاري العظام، والدكتور مصطفى نصر الله وغيرهم من الأطباء. نشوف الفيديو مع بعض ونرجع تاني للدكتور إبراهيم عشان نعرف ما هو الجديد وما هي آخر لقطة في منظومة الدكتور إبراهيم العلمية والطبية. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعودا على بدء، ولد الأستاذ الدكتور إبراهيم سليمان في قرية أبو عويضة من أعمال محافظة الشرقية، تلقى تعليمه الأولي بكتاب القرية حتى حفظ القرآن الكريم كاملا. تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس في عام 1991، حصل على الماجستير في الجراحة العامة في عام 1997، وتخرج من معهد القراءات بالزقازيق عام 2001، وتخرج من كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر عام 2002، وحصل على درجة استشاري الجراحة العامة عام 2007، وسلك منهج البحث العلمي التجريبي، وتوصل إلى اكتشافات علمية لعلاج الأمراض المزمنة والمتوطنة والمستعصية، وأسس منظومات طبية تضم فريق متكامل من الأساتذة في كليات الطب والاستشاريين في مصر والدول العربية والأوروبية. برحب بك مرة ثانية يا دكتور. ويعني يمكن إحنا النهاردة بنعيد يعني التعريف الكامل للدكتور إبراهيم، نظرا لهذا التشويش الذي يأتي من مصادر أخرى ومستغلين اسم الدكتور إبراهيم في الكثير. عايزين ننوه للسادة المشاهدين أن حضرتك بتتابع حالاتك بنفسك عن طريق تليفوناتك أو التليفونات الظاهرة أمام المشاهدين على الشاشة، وأن جميع حلقاتك وفيديوهاتك تكون بالصوت والصورة وليس غير ذلك. دكتور إبراهيم، إحنا اتكلمنا عن العقار، بتكلم أنت على عقار جديد النهاردة، إحنا عايزين نعرف ما هو العقار الهندي وما هو استخداماته وفي أي شيء يعني يفيد المرضى. هو الكلام دلوقتي على أنظمة علاجية مختلفة متخصصة لكل مرض من الأمراض. إحنا طبعا عندنا المشكلة الأساسية والمعضلة الطبية هي فيروسية ومشاكل الكبد، وأنا عندي منظومة من الدكاترة يمكن شفنا بعضهم زي الدكتور أستاذ الدكتور شعبان والدكتور صبحي بالنسبة لفيروس سي وتليف الكبد، وسمعنا تعليقاتهم على العقار الجديد اللي أنا بتعامل معهم من خلاله. عندي منظومة في ملف العظام والمفاصل والغضاريف عموما، سواء غضاريف الرقبة أو غضاريف القطنية، ومعايا منظومة من الدكاترة يمكن شفنا بعضهم برضو في الفيديو اللي فات. مشاكل الأمراض المناعية، ودي كانت معضلة لأن الكورتيزون طبعا هو الوحيد اللي ممكن يحل المشكلة، بس طبعا أثاره المدمرة قد تكون أشد من الأعراض المرضية الأصلية. فالحمد لله عندنا بروتوكولات نباتية طبيعية حلت نسبة كبيرة من المشكلات المناعية بالنسبة للروماتويد أو الذئبة الحمراء أو الصدفية أو القولون التقرحي أو التهاب الكبد المناعي أو التهاب الكلوي المناعي أو التصلب اللواحي. الجهاز الهضمي ومشاكله المزمنة اللي ملهاش حل بالنسبة لارتجاع المريء وقرحة المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي والقولون، الحمد لله لنا باع طويل أوي فيها الفترة اللي فاتت. وفي عقاقير تعتبر هي دي الحصان الذهبي كأحدث حاجة نازلة بالنسبة للعقاقير اللي ممكن أي حد يتعامل معاها، ألا وهو الفطر الريشي. الفطر الريشي ده على قائمة العقاقير اللي بتتعامل مع المنظومة العامة بتاعت الجسم، وبيخاطب في المقام الأول جهاز المناعة. وطبعا الكلام ده كله كلام إجمالي هنفصله في الحلقات، لأن أنا بعتبر أن المادة اللي هقدمها لك دلوقتي مش عقاقير طبية ولا أنظمة علاجية، أنا هقدم لك مادة تثقيفية طبية، أعمل لك عملية تعريف بحالتك عشان أرفع عنك التضليل اللي بيحصل واللي بنشوفه والتجهيل واستثمار المرض كسلعة للتجارة. فلازم اللي يهمنا ان احنا نفهم الناس ونكشف لهم تفاصيل الامراض اللي بيعانوا منها،
وبعد كده انت تختار الطريق اللي تمشي فيه. ما ينفعش ابدا انا يبقى قاعد في شقه ومش عارف بقيه تفاصيلها عامله ازاي، ممكن اتعرض لمخاطره لو انا مش عارف مثلا ان في هنا انبوبه بوتاجاز وممكن لازم اقفلها، وعارف ان في هنا اسلاك كهربائيه ممكن يكون عريانه لو انا قربت منها ممكن اتكهرب. لازم يكون عندك درايه بتفاصيل المكان اللي انت عايشه. العربيه اللي انا راكبها لازم يكون عارف اي اعطال بتحصل فيها، احط احتمالات عشان خاطر اوجه نفسي اروح لميكانيكي او لكهربائي. لازم يكون عارف الحد الادنى للثقافه العامه الطبيه اللي بيها لو جالك اي مشكله مرضيه ايه الطريق اللي تمشي فيه، بدل ما تتلقفك القراصنه وياخدوك سلعه ويتجروا عليك. القضيه بالنسبه لنا قضيه شرعيه طبيه، ولازم نرفع التجهيل والتضليل والتغرير اللي وقع على الناس بسبب الجهل اللي هم. جزاك الله خير يا دكتور، ويمكن يعني هدف نبيل جدا ان احنا بنستخدم الـ يعني التوعيه والارشاد، واللي احنا نرفع عن المرضى الجهالات والضلالات اللي ممكن يتعرضوا لها. انا هستاذنك بس في تعليق بس صغير. طبعا انا كنت طول عمري ما بعرفش اشتغل لوحدي، على اتجاهين، اتجاه المنظومات الطبيه ولازم يكون تحت ايدي اشراف تحت اشرافي اساتذه ودكاتره واستشاريين عشان اوزع واوزع شغلي ما يكونش مرتبط بي انا شخصيا، وادي كل مريض للمتخصص بتاعه. الحاجه الثانيه فريق المحتسبين، انا عايز الناس اللي بيسمعوا الحلقه دي يبقى عندهم نيه احتساب ان هم ينشروا الارقام الحقيقيه. انا بقول الارقام الحقيقيه الوحيده الخاصه بيا، لان اي ارقام ثانيه ماليش علاقه بيها، اي فيديوهات ثانيه بالصوت ماليش علاقه بيها، اي حاجات بتنزل من على النت بتحط عليها ارقام سواء شركات اسيويه او غيرها، اي علاج مزيف بيروج على اسمي انا ماليش علاقه بيه. وانا لا اظن ابدا ان واحد يعني وصل بيه الحال انه استباح واستحل انه يزور ويزيف في علاج وينشره على اسم العلاج الاولاني، ده لا يؤمن جانبه ابدا. صحيح. هو طبعا عشان خاطر ينشره هيعمل ايه؟ مفيش مانع انه يحط فيه مخدر او كورتيزون عشان خاطر يعمل اعراض سريعه والعيان يتحسن فينشر الموضوع وياخد اكبر ربح وفي الاخر يدمر المرضى. فأنا هأتمن واحد على نفسي وهو بيزيف وبيزور وبيغش وبيجيب علاج مغشوش وبيبيعه على اسمي وانا مش موافق، هل ده يؤتمن في التعامل معاه؟ وانت بتأتمنه على صحتك، الامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفك بمحافظه عليها، بدليل انت لو انتحرت تخلد في جهنم، ولو قصرت في علاجك بتسأل امام الله سبحانه وتعالى. فانت لو اتعاملت مع اي حد من خلال اي ارقام تانية فانت بتعرض نفسك للتهلكه. صحيح. وبتمشي في طريق المجهول اللي ما حدش يعرف نهايته فين. أمين. فاللي يستحل الحرام في ان هو ياخد فلوس حرام مفيش مانع انه يجيب ادويه مدمره وانه يعمل اي حاجه، لان الموضوع بالنسبه له ما عادش فيه اي وزع. احنا ناخد يعني اتكلمنا عن المنظومه الطبيه اللي هي تضم اساتذه الطب، طبعا ده بتكون امنه ومضمونه، لكن انا برضه ارجع تاني. انا بتكلم على حضرتك على الفريق المحتسبين. نعم. اللي اي حد سمعني. نعم. ياخد الارقام دي ولازم ينشرها عشان خاطر الظلام الدامس اللي ادى فرصه لطيور الظلام انها تشتغل. لو قدرنا ننور. طيب. المكان هنقدر ننجح في احنا بقى معانا فيديو يا دكتور خاص بالمرضى اللي هم كانوا خاصين بحضرتك وتم شفائهم باذن الله تبارك وتعالى، عايزين نعرف حكايتهم ايه. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل نتفرج مع بعض ونشوف ما هو تاثير هذه المنظومات الطبيه الحديثه في علاج الامراض المستعصيه. انتظرونا بعد الفاصل. ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي امراض المسلمين. عودا للدكتور ابراهيم سليمان، وبنتكلم عن هذه الحالات، الحاله جايه من المدينه المنوره وبتسال يعني حضرتك المشكله كانت ايه؟ لو كنت ركزت معاه هو 17 سنه عمال يلف، لف تقريبا معظم دول العالم. هو راجل من اثرياء المدينه المنوره وعنده مشكله ملهاش حل، وزي ما قال راح بريطانيا وكندا وايران، و ما اظنش ان في دوله سمع عن في ليها اي دور في علاج اي امراض بشكل وتقنيه حديثه الا لما يكون شد لها الرحال. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني جه واديته العلاج. طبعا انا ما بقول يعني ان ده يعني انا حتى قلت له في الاول، قلت له قصه بالنسبه لنا محاوله
ومحدش يقدر يوعد بحاجة أبدا. بس هو واضح إن هو يعني كان شديد الاقتناع لدرجة إن هو أراد إن هو يخلد هذا الكلام بتسجيل هذا الفيديو. لا هو نفسه قال لي أنا عارف إن الموضوع صعب ولا مش متوقع إن أنا أخف ولا منتظر نتيجة. يعني بس كان التاريخ بتاع المرض دي إيه يا دكتور؟ هو كان في مرض مناعي مستعصي ملوش علاج خالص وعامل أعراض صعبة جدا. يمكن دي حاجة خاصة من ضمن الأسرار اللي المفروض الواحد يحتفظ بيها. أسرار المرضى بس إحنا مبدئياً بنقول إن هو تم شفاءه. هو ما كانش حابب إن هو يفصح عن الأسرار دي فطبعاً ما ينفعش إن نتكلم عنها. ف يعني الحالة كانت ملهاش حل وبفضل الله بعد أربع أيام كان راجع ليا العيادة وقال إن الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى شفيت تماماً 100%. كل الأعراض اختفت تماماً. ويعني صادف الدواء الداء وده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله. كان عنده حالات تانية بدأ ياخد لها علاج وأصبح كأنه سفير لنا في دول الخليج من كتر الذهول اللي شافه مع حالة 17 سنة لف دوران في كل دول العالم ومئات الألاف اللي أنفقها واليأس الكامل اللي وصل له لدرجة إن هو جاي على أمل إن هو توسم السمت فيا فقال لك يعني أجرب. بركة يعني موضوع الطب ما عادش فيه حاجة إنما طبعا احنا القصة بالنسبة لنا ما هي إلا أسباب والشفاء لا يكون الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. معنا مزيد من الفيديوهات ومزيد من الحالات اللي تم شفائها. خلينا نشوف هذه الحالات ونشوف قصتها ايه مع دكتور إبراهيم سليمان. انتظرونا بعد الفاصل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أمراض المسلمين. هي الحالة طبعا زي ما احنا شايفينها حالة تم شفائها من فيروس سي. الدكتور إبراهيم يحكي لنا عن هذه الحالة وكيف تم شفائها وهي جاية تقريبا من الجزائر. جت وخدت شقة وقعدت هنا شهر على أمل إن هي يعني تشوف أي تحسن في الفيروس اللي خدت كل حاجة تقريبا علشانه ومفيش نتيجة. هم استعجلوا عشان خاطر كانت الإقامة مكلفة وهم طبعا مغتربين. راحوا عملوا تحليل بعد 17 يوم تقريبا علشان تشوف ان العلاج فيه نتيجه ولا لا والفيروس بدا ينزل البي سي ار بتاعه ولا الموضوع بيزيد ولا بيعمل ايه. كانت الاخبار ايه؟ طبعا ما لقيتش حاجه خالص. نيجاتيف سلبي مفيش حاجه. فطبعا يعني ما كانش متخيلين ان جايين عشان ياخدوا علاج الفيروس سي بقى لها سنين طويله عماله تلف وبعد اسبوعين الموضوع ينتهي. يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيبيض وجوهنا مع الناس اللي يعني يقينهم على الله سبحانه وتعالى لان كانت مفوضه امرها لله وجايه وكان شبه يأسة انها تلاقي حاجه وقالت خلاص دي اخر محطه وحطت رحالها على امل ان هي يا اما تكمل وتخف يا اما خلاص تيأس خالص بقى من اي علاج او اي دكاتره. والحمد لله ربنا انقذها وبعد اسبوعين الموضوع انتهى ورجعت سالمه غانمه وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يمن على بقيه المرضى باللي من بي عليها وهو سبحانه صاحب الفضل. دكتور هي الـ يعني كيف يتعامل هذا العلاج مع المرضى؟ هل يعني الميكانيزم او الاسلوب اللي بيتعامل بيه للقضاء على هذا الفيروس بهذا الشكل النهائي؟ والله يا استاذ محمد اللي يهمني في الموضوع طبعا الموضوع محتاج تفاصيل وحلقات طبعا احنا في نهاية الوقت هنكمل في حلقات قادمه. في حاجتين بس عشان خاطر الحق النهارده. الحاجه الاولانيه ان كتير جدا بياخدوا ادويه بره ممكن ياخد 6 شهور بروتوكولات ثلاثيه وادويه مدمره وحقن وبعد 6 شهور الفيروس بيرجع تاني. فانا ما افرحش قوي او الف كتير عشان خاطر اخد علاج يخلص الفيروس. اللي يهمني ان هو ما يرجعش تاني. الحمد لله احنا عندنا بروتوكول علاجي الفيروس بننهيه تماما وللابد. طب دكتور وعندنا حاجه صغيره قوي حتى بنحاول ان احنا ننشرها مع الدكاتره الثانيه والانظمه العلاجيه اللي بره. العيان ياخد علاجه من اي دكتور بره ومن اي منظومه طبيه بس ياخد حاجه بسيطه قوي من عندنا دي هتقفل الطريق تماما على الفيروس انه يرجع تاني. الحاجه الثانيه هستاذنك في نص دقيقه. الناس اللي عندها فيروس سي وفي نسبه تليف ممنوع يتعاملوا مع اي عقار لعلاج الفيروس لان الادويه اللي موجوده في بعضها العيان بيروح ياخد علاج للفيروس وهو ماشي على رجليه وكويس جدا بيرجع الكبد عنده نايم تماما ودخل في السيس او دوالي ومشاكل طبعا ملهاش حل غير زرع الكبد. فالتنبيهين دول لازم تاخد حاجه تنهي على الفيروس وما يرجعش تاني. بفضل الله دي مش موجوده غير عندنا احنا. حتى لو انت ماشي مع حد من بره تعال خد الحاجه دي من عندنا وكمل بره. الحاجه الثانيه لو عندك اي درجه تليف ممنوع تتعامل مع اي علاج فيروس الا ما ترجعني انا شخصيا واني لك ناصح امين. دكتور ابراهيم يعني احنا استفدنا الكثير
في هذه الحلقة. نوهنا للسادة المشاهدين ان الدكتور ابراهيم سليمان يعني هو الموجود معنا دلوقتي وبيشرفنا في هذا اللقاء، وان هو ارقامه الوحيدة للتواصل هي الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة الان في حلقات الجواب الشافي، وليس له اي برامج اخرى على هذه القناة، وانه غير مسؤول عن التعامل مع اي ارقام او برامج اخرى تستغل اسمه. مشاهدي الكرام، يعني احنا سعدنا جدا بهذا اللقاء، ان شاء الله عندنا لقاءات قادمة هنتكلم عن فيروس سي باستفاضة، هنتكلم عن الكثير من الأمراض المستعصية. تابعوا حلقات الأستاذ الدكتور إبراهيم سليمان من خلال هذه الشاشة الكريمة. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتوجه الشكر للدكتور إبراهيم سليمان استشاري الجراحة العامة. أشكرك جدا دكتور. بشكر حضرتك والسادة المشاهدين والقائمين على هذه القناة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والتقدم والرقي. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من الجواب الكافي، حتى ألقاكم في حلقة قادمة. كان معكم محمد عبده، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.